بمناسبة وليد، خليني أقول لكم إنه زي النهاردة من 10 سنين كان معادنا الحقيقة مع بداية مشوار الحاوي مع النادي الأهلي 2 أغسطس 2011. كان تاريخ انضمام الحاوي للنادي الأهلي مسيرة عطاء يعني أعتقد طويلة جدا، إنجازات كبيرة جدا حققها وليد، وكان دايما صاحب بصمة الحقيقة، كان دايما حاسم وكان دايما مؤثر وكان دايما موجود، واحد من أفضل اللاعبين وواحد من أفضل الصفقات اللي عملها النادي الأهلي يمكن في العشر سنين الأخيرة، ويبقى الحقيقة رغم إصابته اللي نتمنى له طبعا الشفاء منها وسرعة العودة، يبقى دور وليد مهم جدا 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 في المرحلة اللي جاية، حتى ولو ما كانش موجود جوه الملعب، لكن لاعب يدرك تماما أهمية ومعنى وقيمة الانتماء للنادي الأهلي، مر بمواقف كتير جدا صعبة، عنده تراكم خبرات كبير جدا في مشواره مع النادي الأهلي، شارك مع أجيال كتير مختلفة، وبالتالي وجوده في أوضة اللبس نادي الأهلي أعتقد هيكون دعم كبير جدا لكل لاعبتنا اللي إن شاء الله موفقين للحفاظ على لقب الدوري، وزي ما قلنا واتفقنا البطولة دي بالنسبة لجمهور نادي الأهلي دايما غير